يا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم حاجه فنيه برضه بسيطه، حاجه بنحط مثلا يعني زي المقلمه كده، ممكن نحط فيها الايدام، نحط فيها اي حاجه عندنا نحطها على المكتب، ممكن برضه نحطها مثلا في، نحط فيها مثلا دابيس، حاجات بتاعه توك الشعر الحاجات ديت. هي بتتكون من مكوناتها بسيطه خالص. هجيب معايا ورق اعمال، ومعايا فوم اللي هو فوم جليتر، تمام، ومعايا مسدس الشم، ومعايا 2 رول من بتاع مثلا اللي هو مناديل المطبخ، ومعايا 2 قد بعض يعني طولهم حوالي 15 سنتي، ومعايا 2 تانيين طولهم 20. اول حاجة هبدأ اغلف الحاجات دي، هبدأ اغلفها من بره بالفوم، غلفها من بره بالفوم. هجيب الفوم بتاعي بالشكل ده كده، واغلف الرول بتاعي ده، تمام، بالشكل ده كده، ابدا اغلفه كده، ابدا اغلف كده، بسيط خالص التغليف. حط شمع، اجيب الطرف اخليه شوية في النص كده، وابدأ كده اغلفه كده، تمام، واجي بقى قصة، اجيب المقص احط شمع الزق كده، نجيب الطرف التاني بالشكل ده كده وأقص. بقى عندي كده هدخل الزيادات بقى جوه، كده بالشكل ده، وتغلفه بقى بالشكل ده. أول واحد هكمل بقى التانيين، خلاص هما بقوا جاهزين كده، انا غلفتهم من بره. هبدأ بقى اغلفهم من جوه بورق الاعمال، هبدأ اغلفهم من جوه بورق الاعمال. انا خليت لونين بالذهبي، قصدي الفضي، ولونين بالابيض، هغلفهم بقى بورق الاعمال من جوه. بعد كده هجيب الورق الاعمال اهو، هغلف من جوه. الاول هاخد المقاس من بره بالشكل ده كده، وأقص عليه، وبعدين أطبقه وأدخله جوه، هيديني الشكل اللي ايه، أقصه كده وأظبطه، وبعدين أجيب ورقة الأعمال هعملها كده وأدخلها جوه. لما أدخلها جوه كده، دخلتها جوه بالشكل ده، هتديني الشكل من جوه، تمام اهو بالشكل ده كده، انا عايزاها بالشكل ده كده. ممكن اثبتها بقى بحتة شمعة بأي حاجة تديني الشكل ده كده زي ما انا غلفتهم كده. بعد كده هجيب ورقة كرتون واغلفها باللون البينك برضو بالشكل ده كده، اغلفها غلفتها، اقصها بقى هثبت عليها الرول بتاعي، تمام،
هجيب بقى الرول بتاعي واثبته جنب بعضه بالشكل ده كده، كده احط الشمع كده من تحت برضو، اجي لزقاه جنب التاني بقى بالشكل ده كده، بالشكل ده كده هحدد عليهم واقصهم. بعد كده هجيب خيط ستان وهجيب قطعة فوم جليتر وهلزقهم في بعض واعملهم بالشكل ده كده كإطار، وهلزق الإطار ده هنا بحيث يدي منظر له. بعد كده هجيب ستان واغلف إطار كل رول باللون الأسود بالشكل ده كده، تمام. هغلف كل واحد لوحده. بعد كده بعد ما حطيت الاطارات هجيب خرز واحطه بطريقة عشوائية كده بالشكل ده، حاجات بسيطة كده تدي منظر. احط الشمع